هذا المجتمع الذي يحمل أفراده العديد من الأسرار والخبايا التي تبقى دائماً خلف الستار. سنغوص في عمقها لنتقصى الحقيقة ونكشف المستور منها. مشاهدي الكرام، مرحب بكم في العدد الأول من برنامج خلف الستار. ثلاثة ملفات سنعالجها معكم، لكن بعد الفاصل. في هذا المكان بالتحديد ينتظر العشرات من الأزواج سماع أول صرخة لمولودهم، في حين يتخوف الكثيرون من سماع هذه الصرخة لأنها تذكرهم دائماً بالخطيئة. إيما، إيما وين رايحة؟ وين رايحة وحتى حاجة ما شفعت لك فيها؟ ياك 9 شهور رفدتيني وولدتيني ودوك رايحة تسمحي فيا؟ على بالي غلطتي، على بالي غلطتي، بصح أنا واش من الذنب؟ واش من الذنب اللي حتخلي الناس يعيروه بيا؟ ياك يقولوا كبدة الإيمات تحس، ياك يقولوا كبدة الإيمات تحس، بصح ما شكيتش، بصح ما شكيتش كبدتك راح تحس بيا. شوفي صورتك مليح، شوفي صورتك مليح وجي نهار اللي تعرفي باللي كانت لاصقة فيا. راح نلومكم في زوج عند ربي، راح نلومكم في زوج عند ربي، خاطر حكمتوا عليا باش نعيش بلا والدية. انتي خليتيني ورحتي، وهو اعطالي دمه وحلف ما يشوف فيا. كم هو صعب أن تكون ثمرة لرجل مخادع ادعى الحب، ولامرأة صدقته وراحت تهديه نفسها. حينها يصرخ المولود بأعلى صوت معلنا قدومه للحياة الذي كتب القدر أنه سيعيشها محروما من والديه وهما على قيد الحياة. ومن هناك تبدأ رحلة البحث عن الهوية. فمن أكون أنا؟ وكان جبت شهادة ميلاد تاعو وكذا، كان نقدر نعرف اسم إماه ولا باباه باش نقدر نجبد بها لي بابي تاعو، مي حتى لي با شهادة ميلاد تاعو ما قدرش ميبان نجبدها. بالك كاع ما على بالهاش بيا، انا جو دير انت ما على بالكش بيا، مي انا على بالي بروحي والحمد لله جيكزيست. جون بوزيت لي كيسيون اللي ما لازمش وفي الوقت اللي ما لازمش. حنا زدنا وخلصنا كامل حياتنا كامل على جال الوالدين تاعنا. ولما سيرتو لما كان شوارط، لما دالو شوارط كيفاش يتربى، كيفاش يعيش مع المجتمع؟ حرام حرام راجل يلعب بوليه، حرام يخليها باسكو شكون اللي يخلص هذاك البالي، هذاك الصغير اللي يزيد. سيرتو الزمان انا فيه فساده، مجتمع فساده. فأي قلب تمتلكه هذه الأم لتتجرأ وتتخلى عن فلذة كبدها؟ وأي ضمير هذا الذي يملكه هذا الأب بعدما تنكر لفعلته ولم يعترف برضيع دمه يسري في عروقه؟ وهل التخلي عن رضيع حديث الولادة فعلة لا يعاقب عليها القانون في الجزائر؟ هذا لما الأم تولد طفلة ثم تتركه، هذه جريمة في حد ذاتها، جريمة يعاقب عليها القانون العقوبات. Une femme qui vient accoucher doit avoir des papiers d'identité.
elle doit avoir d'abord son livret de famille, parce qu'elle va accoucher, donc elle va donner naissance à un enfant, et cet enfant doit être inscrit sur les registres de l'état civil. Il faut qu'elle justifie donc de son identité à elle et de l'identité de son mari, par le biais d'un livret de famille qui va nous permettre ensuite d'établir un bulletin de naissance et de l'inscrire sur le livret de famille. Maintenant, il est des femmes qui viennent accoucher sans qu'elles ne soient mariées. Donc celle-là, elle vient accoucher en tant que mère célibataire. Et le statut de mère célibataire est reconnu maintenant. Et donc elle accouche avec sa carte d'identité. Il faut toujours qu'elle justifie de son identité. وإن كان العشرات من الأزواج يدفعون الملايين من أجل تحقيق حلم الأبوة والأمومة معا، آخرون قد تجردوا من كل معاني الإنسانية ولم يتحملوا ثمن يوم كانوا فيه سعداء، لتبدأ حكاية عنوانها البحث عن المجهول. C'est une naissance, un abandon, et puis après, voilà, livré à moi-même depuis, je sais pas, enfin, c'est vrai que je peux pas dire livré à moi-même, parce que l'âge de 3 ans, tel l'âge de 21 ans, compte toujours avec la famille qui m'a élevée, c'est-à-dire que avant 3 ans, compte à l'hôpital, où j'étais, après de mourir, c'est bon, j'ai la famille qui compte avec eux, pendant des années où ma mère bien née, arbi la galb tout fait. كيفاش كانت المعامله تاعهم معاك كيفاش واش تحب نقول لك ولا في لونفونس سي فري كو جو لدي توجور المعامله معامله تاع كشي يقولوا له تاع ام البنتها ولا تاع مام من غير لا بيتيت برينسيس ديالها سي تو. بعد أكثر من 12 سنة عاشتها سارة رفقة عم الطيب وخالة الطاوس اللذين كانا بمثابة الأبوين البيولوجيين لها، ولم تشعر معهما يوما أنها طفلة متكفل بها، لكن القدر شاء أن تعرف الحقيقة. عرفتها على الأجد 15 عام ووحدي، مش حتى واحد ما قال لي. Je me posais toujours des questions par rapport à l'âge de ma mère et mon âge, à la différence qu'il y a entre son âge et le mien. Le CEM, j'avais une séance à chaque fois, chaque semaine, une séance chaque semaine d'éducation sanitaire qui a été faite par la jeune femme médecin, elle nous faisait de l'éducation sanitaire et tout. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, voilà, 62 ans, est-ce qu'une femme peut tomber enceinte, peut avoir un enfant, je veux dire, peut accoucher au moins. Parce que peut avoir un enfant, elle peut l'avoir, il peut avoir 10 ans ou 12 ans. Mais je veux dire, au moins, pour la grossesse, est-ce qu'elle peut faire une grossesse? Elle m'a dit, non, non, c'est pas possible à 62 ans. Je dis, mais comment se fait-il, c'est pas possible, alors que ma mère, elle avait 62 ans, qui est un anzet. Quand les noms ont vérifié sa date de naissance, peut-être à Kéral, t'as belek, djidet, khedi, belek. Mais non, c'est pas djideti, c'est ma mère. Donc du coup, t'aout, et je trouvais à chaque fois qu'il y avait une différence quand même de 62 ans. Et c'est pas possible. البنات اللي ولا الأمهات اللي توضع الحمل في المستشفيات، وهنا كاين نص قانوني قديم جدا يعني من وقت الاستعمار يقول لهذه المرأة لاكوشمان سو زيكس، هذا اللي اسمه لاكوشمان سو زيكس، يقول لها إذا حبيتي تاخذي الإبن نتاعك ما في حتى مشكل، ولكن تعطي الإسم نتاعك، اللي ما عندوش الأب نتاعو تخلي الإسم نتاعها وترفض الطفل نتاعها وتروح. إذا كان ما قبلتش تخلي الاسم نتاعها، تخليه كامل مجهول، ما يحتموش عليها باش يعني السيدنتيفي. وفي هذه الحالة المستشفى يصبح مسؤول على هذا الطفل، ولكن تمضي واحد الوثيقة يقولوا فيها عندك حق 3 شهور باش تعاودي تولي وتسترجعي الطفل نتاعك. دونك اون بو افوار اكس نعيمة كي فيان اكوشي et qui accouche de son enfant, et ensuite l'assistante sociale la prend en charge dans le cadre justement de l'abandon de son enfant. Elle a un délai de 90 jours pour abandonner son enfant. C'est en réalité 3 fois 1 mois.
Donc 3 fois 30 jours, si au bout de 3 fois 30 jours, elle émet toujours le désir d'abandonner son enfant, l'abandon est considéré comme définitif. Mais avant les 90 jours, elle peut se rétracter et prendre son enfant. سارة التي حرمت من الوثائق 7 سنوات وحلمها في أن يدون اسمها في الدفتر العائلي زادها عطفا وحنانا عمن قاسمتها الحياة بعد وفاة والديها قطتها التي منحتها وثائق تثبت هويتها فهل حق الحيوان أفضل من حق الإنسان في الوثائق؟ سؤال ستجيب عنه ضمائر البشر النائمة. قصة سارة لا تختلف عنها كثيراً قصة فضيل، فالقاسم المشترك بينهما أما تخلت عن فلذة كبدها، غير أن القدر كان رحيماً مع فضيل، إذ أنه حظي بحضن القابلة التي شهدت ولادته، فمنحته اسم العائلة وكانت بمثابة الجدة. لما مونتي الأولى بون، لما مونتي في الأولى، نعيط لها أنا ماماني باش يكونوا في القدر تاع الإسوار تاعي، يقولوا جدة. هي دا سيون ساج فام جات اون فام جات عندها ولدت ما عندي ما ندير به خلاتو هذول لا غرومير تاعي قعدتني ما كاتني على اسم اختها والله غرومير تاعي سي مقران فريحه وانا بيت يا بليده كانت تستقبل البنات هكا جور ساج فام كذا الله رزت لتما قعدت لتما و 84 داروا لي كوارد ما درتنيش على اسمها دات بون درت كفاه ماشي كفاله مي تبني كاريمون جو بورت لو نون فامي تاع لا فوالا تاع لي بارون ادوبتيف مي مقران فريحه ما درتنيش على اسمها درتني على اسم اختها علاش باسكو هي اللي تي اجي باسكو اختها كانت بريسك وحدها في الدار الور من غروسو مودو. فضيل لم يكن يدري ان بعد وفاه الجده التي ربته ستنقلب الامور راسا على عقب، فانتقاله للعيش رفقه الام الثانيه التي تعد اختا للقابله كان مصدرا لتعاسته، فسوء المعامله جعله يهرب الى الشارع علّه يكون رحيما عليه. ريجيم ميليتار. تاكل بالضرب، تشرب بالضرب، تقرا بالضرب، ترقد بالضرب، تنوض بالضرب. سيتي صح هكذا التربيه. هي كاركتر تاعي لي كوم سا تقدر تكون معاك ساعه لي تالمون لي جونتي ربي بعثها من الجنه ما تجوز العام معاها كاع كحل. المراه هذه نقولها هذا يا طفل بريء وما عنده علاه، انت جبتيه ربيتيه ولا كبرتيه راهو بمثابه وليدك اكيد، ولكن ربما كاين اسباب لذلك. ربما بعض الاطفال من هالنوع يتمردوا يعني لان الابوه تلعب دور نقص ابوه يعني. فضيل يسترجع ماضيه بألم وهو يتذكر الجفاء والقساوة التي تلقاها من طرف المرأة التي كان يحسبها الأم الحنون، فهل سيحاسبها عما فعلته أم أن اسم العائلة الذي منحته إياه سيشفع لها؟ وإن كان القاسم المشترك في كل الحالات التي عرضناها هي نزوة حب عابرة، غير أن إعدادنا لهذا الروبورتاج جعلنا نكتشف وجهاً آخراً في المجتمع لضحايا كانوا ثمرة لزواج شرعي، غير أن عيبه الوحيد أنه لم يوثق إدارياً. تزوجت مع بابا بغير بالفاتحة ما جابت لي كوارتي، ما كان كوارتي مع كوارتي قاع على اسم ماما مش على بابا، مي بابا ما نعرف غير اسمه ولقبه ما عرف عليه والو، باسكو هي ما حبش تمد لي اسم تاع بابا باسكو كان حيديني معاه ما يخلينيش نقعد مع ماما، عندي غير اسمه ولقبه. مي انا كي بداو يحوسوا لي لقاو بزاف عباد كيما هو عندهم نفس الاسم نفس الاسم ونفس اللقب. لازمني شهود باش ندير هذيك ورقه اثبات النسب تاع باش تاع يما بلي بهذه نقدر نجبد بها لي بابي تاعي. عمليه اثبات النسب هي عمليه صعبه ودقيقه جدا. نثبتوا النسب لما يكون عندنا اسم الأم، على الأقل اسم الأم، لأن النسب من الأم هو نسب مباشر لا كلام فيه. دونك نعملو تيست دي ان لما نعرف يفهم بلي هذيك هي الأم نتاعو، نعملو لو تيست دي ان، القاضي يأمر بلو تيست دي ان، وإلا كان إيفيكتيمون لو تيست دي ان يبين بلي هذيك يماه، يلزم على هاد الأم باش تتحمل المسؤولية نتاع هذا الطفل. درك المشكل وين يكون لما يكون الأب مجهول. إذا كانت هذيك الأم قدرت تعترف بهذاك الطفل
والدم نتاعها، لان هذا النسب ماهيش حاجه نروحو نجيبوها، راهي حاجه تمشي في عروقنا. ومن رحم الالم الذي عشناه مع كل الحالات المعروضه قد يولد الامل. فقصة وهبة تامر ورحلتها في البحث عن الهوية طيلة 29 سنة جعلها تتحدى المجتمع وتنشئ جمعية الطفل البريء. تخصصات الجمعية أبداً وأبداً لا ندافع أبداً عن الأمهات العازبات أولاً. لماذا؟ لأنني ابنة مجهولة النسب ولست أم عازبة. احنا ماذا بنا إثبات النسب، أو ماذا بنا هاد الجمعية تكون فال خير كبير لهاد الفئة، وفال خير خاصة للجزائر. أغتنم الفرصة لكي أواجه نداء إلى كل المحسنين والمحسنات، وخاصة السلطات ومنهم وزيرة التضامن، لإيجاد لنا مقر للجمعية. نعاني مشكل المقر مشكل عويص. فضيل وسارة وصابرة والعشرات ممن يتجرعون الألم في مجتمع لا زال يحاسبهم على ذنب لم يختلفوه، فهل سيغفر هؤلاء لمن أخطأ في حقهم؟ مصداقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Je suis le fruit de ton amour. نسمح لهم على الغلطة اللي داروها، بصح ما نسمحلهمش على واش صرا لي ليا. باش الله يوقفوا معايا ويقعدوا واقفين معايا في المحكمة ويجي يعاونوني. ما جيناش نحاسبوا الوالدين تاعنا ابدا، نحاسبوهم. عثمان أهلا بك. عثمان، أنت قمت بفتح هذا الملف، هل من إضافة تقدمها لنا؟ أهلا حسينة وأهلا بالسادة المشاهدين. حسينة، ربما المشاهدين تابعوا في ربورتاج واقع مجهولي النسب في الجزائر، وحتى أن كل القصص اللي عرضناها كانوا الضحية فيهم هما ثمرة لعلاقة عاطفية عابرة، وعد بالزواج ثم تخلي عن هذه المسؤولية. إلا أنه الشيء المؤسف في هذا الربورتاج هي قصة صابرة اللي كانت ضحية، لكن هذه المرة ليست ضحية لعلاقة عاطفية عابرة، وإنما لعلاقة زوجية شرعية، إلى أنه أمها باش تنتقم من زوجها حرمته من ابنته، وحرمت الابنة تاعها أيضا من حصولها على الوثائق. لأن من برنامج خلف الستار وجهه رسالة لسادة المشاهدين أنه الحب ماشي حرام، لكن تحمل المسؤولية هو اللي لازم تحلو به في مجتمعنا اليوم. لأنه إذا تخلينا على المسؤولية راح نخليه هذا الضحية الطفل يواجه المجتمع بكل ما يحمله من نظرة ازدراء لهذه الفئة. لطالما وصفت المرأة بالجنس الناعم، لكن هل تساءلنا هل هذه الأيادي الناعمة قد تحترف الإجرام؟ سؤال تجدون إجابته في هذا الربورتاج.
الاطفالش الحبس غير رجال فواكا بديت بالدخان بديت على ضربه شرب وزطلة حبسيه يعني ماشي بنت فاميليا ماشي مربيه سا ديبون دولوف ديالها بالك بابا بالك يما هي اللي تسكن في النافيه من كاين روحي من النافيه علاش هي تسرق تخدم سمانه وتخرج والراجل كيسرق يخدم 5 سنين ويخرج طلبوا باش تقعد في الحراش حتى اليامات الاخرين ديالها كلها آراء تدين المرأة المجرمة التي جرفتها لحظة غضب أو لظروف اجتماعية الكل ملام فيها ونظراً للحرية التي أصبح يتمتع بها الجنس الناعم لتجد نفسها تنافس الرجل في جميع المهن والمناصب فبقدر الحرية تلقى المسؤولية فالمجتمع لا يرحمها عندما تخطئ ولا يغفر زلاتها خصوصا إذا حملت لقب السجينة أو المحبسية ممكن أن المرأة بطبيعتها كمرأة ينظر إليها القاضي ويأخذ بهذه الطبيعة كظرف مخفف للعقوبة التي يمكن أن توقع عليها مقارنة في حالة ما إذا كان مرتكب نفس الفعل رجل طبيعة الجرائم التي ترتكبها المرأة الآن أصبحت لا تختلف عن طبيعة الجرائم التي يرتكبها الرجل من الممكن أن نجد جرائم مادية مثلا إصدار شيك بدون رصيد شاهدنا قضايا نصب واحتيال من تنفيذ ومن فعل امرأة وإذا كان رجال القانون طبقاً للمهام الموكلة لهم يقرون بتورط المرأة في الجريمة بمختلف أنواعها إلا أن الواقع يثبت غير ذلك فغير بعيد عن العاصمة وبالضبط في عين النعجة عملية سرقة مجوهرات بقيمة 16 مليون سنتيم كانت منفذها امرأة في العقد الرابع من عمرها هي تدخل بطريقة كما يدخل الزبائن دخلت بطريقة واش قاتلكم يعني اول حاجه واش ستات اسكو جات تبدلها ولا جات تشري ولا جات في بعد جات بسقسي بعد الاحيان صغر وقت شويه وقت معها حبت تبدل عرضت عليا سلعه وزنت لها وزن اعطيت لها الاخر سمو سلعه وبعد الاخر سمو دار الهاتف باش دير مع عمليه تمويه انا تو كان صباحنا 9 صباح نفهم مي وقعدت الاخر سمو نسيت نسيت الاخر سمو جبت لها بزاف سلعه طوني نسيت واش مديت لها حطيت لها الاخر مسايس خمس بيعيات شحال يعني القيمه القيمه الماليه تاعهم حوالي 17 مليون في الميزان واحد 29 غرام قعدت الاخر سمو بالهاتف ديال المكالمه واش كانت الشخص اخر كانت انسانه بسيطه ما تجيش الاخرى راسك بلي راح تسرق ولا دير كانت بطريقه احترافيه بطريقه احترافيه يعني واش كانت يعني الوجه تاعها اسكو الوجه تاعها لا ما هي مخلوعه ما هي انسانه نورمال تو داشو تشري باش تبيع كي تشوفي تي ما عندهاش علاقه كاع الاخر بلي راح تسرق يعني كي كيما كان لي كليون كيما الزبائن الاخرين كيما الزبائن الاخرين وكانت يعني هل هي يعني صغيره في السن ولا كبيره في السن حوالي تكون في الربعينيات عطيتهم لا انا نسيت شغل باكس الاخر جبت لها بزاف سلعه نسيت واش مديت لها وهي الخرس مخلات لي ذهبها ذهبها حوالي 81 غرام وبعد درت كانت تجري في مكالمه مع اي طرف على باش اخر اختها ولا الاخر انسان اللي يخدم معاها ولا انسان يلحقها ولا ربي عالم حنا في اللحظه هذيك صباح انا كتعرف انسان يحل الصباح مسمس قوي يكون دايخ ما يكونش اخر مكونسونتري مع الخدمه مازال ما امي الاخر جبت لها بزاف حوايج وهي دخلت وخرجت تليفون وجبت لي هذه جبت لي هذه شو نساتني كاع واش مديت لها خمس بيعيات نسيت كاع واش مديت لها شو دات عملية تمويه باحترافية لاحظ في القضية أنه بالرغم من وجود كاميرات المراقبة التي تثير الانتباه إلا أن السيدة خاطرت وبكل جرأة واحترافية في تمويه البائع كونها ستقوم باستبدال مجوهرتها التي تزن 80 غرام ما شدني للبقاء ساعات طويلة رفقة صاحب المحل لنتابع تعاملات الزبونات عبر الشاشة الموصولة
بكاميرات المراقبة. عندنا كاتيكرون نتبعوهم في أربعة. يعني تكون يعني لو كانت تكون أي حالة سرقة يعني في اللحظة هذيك يعني كنكون نتبع في الكاميرا هذيك دقيقة في قلعة. كاين بعد كاين نديرو حسابنا نصيبو حاجة تخص ولا نعاود نولي الجورنية هذيك نربو بين كلش نشوف واش خص شكون اللي فد نعرف إن شاء الله. يعني حالة السرقة هي اللي خلاتكم اضطروا انكم تعملوا كاميرا و نعم بس لازم 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 ديري كاميرا باش تعملوا بزاف يعني مع النساء وشي يعني اللي ما يدخلش البال انه مرأة تسرق لا ما يدخلش البال ماشي مرأة تسرق يقدروا يجوا رجال نورمال يقدروا يسرقوك بالعنف ماشي بطريقات بالحيلة ولا يقدروا يجوا يسرقوك بالعنف تحمي نفسك بها هذه وما عندك دليل كي تروحي تديري تقدمي فار اكزومبل اي بلانت ولا عندك دليل عندك هانت ممكن يشوفوا الكاميرات تنقص لهم هذيك الرغبة في السرقة ولا في يعني حتى هنا مليح تراك تشوف كيفاش هنا هاد الزبونه راهي مع اللي يوري لها بار اكزومبل هكذا نخدم بليكرون هذايا باسكو هو يقابلني مليح او عطى لها سلعه راهي تشوف هاي تشوف هاي لبست دوك هكذا انا نشوفها كي لبست نشوف ولا ردتها ولا يغفل هو نشوف انا ولا ردتها انت يقدر يدخل كليان واحد اخر فهمت يهضر معاه يغفل عليها مي هكذا على بالي واش يدير ترفد تحط ترفد تحط تبان هاي عاود انا نشوفه عاود قيس هكذا نقدر نبدل نشوف فهمت يعني تقدر يعني تلاحظ بعض التصرفات العادية وتشك انه هذه يعني سارقة ولا عندك باش تشكي 100% عبوسك واحد ما يتهمش هذا مي كي تشوفي كليون يزيتي بين حاجة اعطيني هذه من بعد يقولي لك اعطيني هذه يبدا يدخل في يده وينحي يخرج هذا هو من حقه يقيس يشوف فهمت تعجبه ما تعجبوش ماشي بالسيف نبيعو مي كي قعد يدير يعاود يدير يعاود يدخل لك الشك فهمت يقدر يخلي لك حاجه في يدو فهمت يقدر ينحي لك حاجه في يدو ما تصلحش يحطها لك ما ترديش البال فهمت ايه على هذيك حنا هذيك على اكزومبل كيما هذي هاي دارتها غطات يعني كيما هذي راهي لابسه يعني النقاب وما ت يمكن هكا علاش راح وش حي يمكن سكسات وش حيجيب لها كيما حتى انا لاحظت تصرفات مشبوهه نو مش هذا تشوفي هذاك شوف هاليك عورد بالو بلي خلات حاجة في دار وقال لها لو كان ما ردش بالو كانت تخرج تديها قدرت تقولي لها أنا نحوسك ولا هانت ما جاياش هانت إذا تقدر تسرقك عادي صح. طيب ما يهمنيش أنا مرأة مرأة راجل الشيخ عجوزة تخلص دير تخلص سما كي مرأة دير واش تحب ها يعني قانون مخدوم للنساء والرجال ما كاش هادي
هيدا غلط تخلص. مثل انا ما اديتكش، انا ما اديتكش، علاش ادي هيدا؟ صح انا ما اديتكش. يعني مثل هامت للرجل. ايه مثل هامت للرجل تعاقب تعاقب ونتبعوها قضائيا حتى الدقيقه الاخرى. فهل المرأة أصبحت تحترف الإجرام أم أن قدر صاحب المحل أن يكون ضحية سرقة مع سبق الإصرار والترصد؟ باسكو راهي ديجا عباك دوك نتي تشوفي ما سرقت سما راهي كيف نقولوا حنايا بهدلت بينا حنا نسا سي غراف. انا نقول يعني هذا عيب كبير باسكو حنا رانا مسلمين كيما يقولوا افونتور رانا مسلمين. واذا اصبحت الايادي الناعمه تحترف السرقه بحجه ظروف الا ان الواقع عكس ذلك فشقيقه الرجل اختارت ان تدخل عالم المخدرات ومن ثم الولوج الى عالم الاجرام. موفا في لافامي تاعنا انا وماما وخويا وماني ماما سيباري مع بابا. بابا عايش فرنسا وانا شوك تربيت عند الناس. شحال كان في عمرك يا حول بابك؟ خلاني 3 موا. داكوغ. وكيفاش تربيتي الناس؟ تما هما اللي رباوني هما اللي كبروني تما لحد الان عندهم ما كان زوجة بصح عندهم. قريت لحقت السيزيام خرجت انا باش نكمل جبت السيزيام وخرجت. ما تحبيش تقراي؟ وكي خرجتي السيزيام يعني واش درتي من بعد؟ درتي ستاج ولا قعدتي في الدار؟ درت ستاج كيف ما كملتش. وعلاش ما كملتيش ستاج؟ ما كملت ستاج باسكو جو كنت مانكي هذاك وين بديت نخرج لطايق كنت نخرج غير مع رجال شغل هما اللي كانوا اللي زعمي تاعي تما شغل ما درتش البنات درت رجال فهمتي. انا كنت نشرب معاهم وكنت واش كانوا يديروا كنت ندير احكي واش كانوا يشربوا كنت نشرب كانوا ياكلوا الكاشي ناكل الكاشي جو مام بلا بيهم عندك نكون وحدين نروح نحوس عليهم نحوس الكاشيات هذوك. هما كي كنت معاهم يكون عندهم يعطوني كي نكون وحدي زعما هكا نحبط نروح نحوس نجيبها. هادو ما شوفي والله غير كي نروح نقولها ما طنات او ملي باطل مشي تم دعم يشدوا لي دراهم ولا اوكي اللي كنت خارج مع صاحبي كان كيما كان واحد تاني شوف عندي مع طفله ما دخلت الحبس كيما قلت لك ما رايحين هكا. انا كنت مع صاحبي وجاو واحد البنات مع صحابهم بنات صغار جاو الدولة شغل بيعو تمام الحومة جاو الدولة خرجونا بعد فيها ماما وحنا ما لبناش بلي بنات مينارات انا ما نعرفهمش وماما مينارات صغوت كي تشوفيهم تبعهم كبار عليا ما تحبطنا وداونا الكوميسارية كاونا بعد من داك حنا عند بروكيرا البنات هادوك شغل سي ماما لي خرجوا طلعنا حنا للحبس ما انا طفلة فلوس طفوس الدراري هادوك طلعت معاهم الحبس أنا طلعت الحراش. في بعض الملفات التي عالجناها تكون المرأة ضحية لظروفها ضحية مدفوعة إلى ارتكاب الإجرام أو لدخول عالم الإجرام نتيجة للظروف التي أحاطت بها ظروف نشأتها اعتداءات ممكن تعرضت لها انحرافات مورست عليها ضغوط مورست عليها أثناء طفولتها أثناء شبابها الحالة الاجتماعية الحاجة الفقر كلها ظروف تؤثر على المرأة بطبيعتها أكثر من تأثيرها على الرجل. شوفي مع الأول حكموني ديجا بموس من قبل الحبس هذه حكموني بالموس داوني البليدة لسانتر تعليمين البليدة ما تخرجت شان ماما بعد الحبس مكنتش دايره في راسي نخرج. شو داك الماس دوك ليامات ما كنت كما كنت نتفاهم مع واحد البنات بزاف انا علاش ما كنتش فاهم ما شو هما جاو كونط علي الماس باش دافعها
مام الجوجة كيسقساتنا قلت لها تما باش ندافع بها على روحي. كيحكموك بعد الزلزال ودخلت للحرا شحال جديد يعني؟ قعدت 15 يوم بعد خرجت براءة. مرأة باكي وين تدخل الحبس؟ لما يدخلوا الحبسة اللي تحبس حاب رجلها ترى اصحاب الرجال تبات وين جات ماشي مره زعما مره كيما يما ولا مزوجه بنات فاميليا ماشي بنات فاميليا نساد وصغار 23 سنه 21 سنه زعما يحبوا رجلي يروحوا لدار شروعات تحبيه شارع تانيك تحب زعما يشوفوها بلي تانيك مافيا تعشق في الرجال تعشق في اصحاب الرجال المجتمع هذا ما يرحمش ومصاوبه ما بلمش علاش هذاك الانسان خرج لهذاك الطريق وعلاش دار هكا حنان في عقدها الثاني تعيش أكثر من سنها وهي أم لثلاثة أطفال فهل سيغفر لها المجتمع هذا الذنب أم ستبقى طيلة حياتها الضحية والمتهمة في آن واحد؟ وإن كانت الظروف هي الحجة في كل حالة عالجناها في هذا الروبرتاج فكوكي كتب لها القدر أن تعيش وسط أمين مخطئتين الأولى أنجبت وتخلت والثانية ربت وتسترت عن الحقيقة فمن هنا كانت للصدمة وقعها الشديد على كوكي. أنا كبرت بلا بابات بلا إمات ملي كنت صغيره ربتني وحده كبيره مره كبيره كي كنت صغيره كنت نخرج صغيره 8 سنين براءه نخرج نلعب هكا في الحومه مع ولاد صغار الجيران ولادهم يقولوا ما تلعبوش معاها ما تقعدوش معاها يحوزوهم يكون قاعده انا يدنوهم يخلوهمش يقعدوا معايا انا كنت صغيره كبرت شغل كبرت شغل عندي كومبلكس في حياتي داروا لي نورمالمون هي واش يقول لك في القران ومذكوره نورمالمون اليتيم والجار بلا كلمه الجار يوقفوا معاها كاين ولا ما كاش اون بليس دو سايتيمه نورمالمون هما اللي يوقفوا معانا بصح هما لا هما اللي دفعونا باش نتكيفوا ونديروا كاع هادشي باش ننساو بون ها عرفت باللي انا ما يتيمه ما كانت قالت لي يما وكي بديت نشوفها هكا كنضرب ولا كي نشوفها هكا ما كنتش ندير فيها بصح نهار قالت لي يتيمه شغل خلاص ديجاجيت شو بديت بالدخان بديت على ضربه شرب وزطلة باش باسكو هذيك الضربه كنت شغل مقنوطه حبيت ننسى نديفولي ما على باليش انا شرب بديت بزطلة وشرب وما طاوني باطل جات حمدي وكي بديت بديت غير نشرب ونشطر ورحت فيها انا دخلت للسونتر على محاولة سرقة وماشي انا صاحبتي خوتها كانت بيتها معانا داونا على محاولة سرقة ويقول لك المؤسسة يقول لك تربي ما كاش منها شحال قعدتي في المؤسسة؟ قعدت تماك عام غير شهر قعدت 6 شهور في تاع بليدة بن عاشور وقعدت 5 شهور في تاع قسنطينة شو تعلمتي حاجة تصلحك؟ ما كاش انا نقول لك اللي دخل تماك كباب طفلة انا شفتهم انا لتماك طفلة تدخل بيدها صافية يدها صافية ترجع تعلم تماك تقطع اللي هذوك المعلمين يطمعوا فيهم رجال انا نقول لك نعطيك طالع يطمعوا فيهم زيد ويتعلموا الدخان تما كاين اللي دخلوا براءة وحده كانت غير الله اكبر بالقران بالقران كل يوم القران ترقد تحته ما حبوش يدخلوها تقراها مسكينة الطفلة قطعت كاع يديها وبقلي في بليده قطعت كاع يديها من فوق لتحت وحبت ترمي روحها من نسيت يرنا ومن بعد هذيك حطوها غموا الحكايه ما قالوش علاش قطعت روحها وهي على جنب باش تروح تقرا كل يوم يقولها 6 شهور وما يجروا فيها ما دخلوهاش تقرا وليس بمحض إرادتها وجدت كوكي نفسها تغير شكلها من جنس لطيف إلى جنس خشن وهي الطريقة الوحيدة التي ترى من خلالها أنها ستحمي نفسها من الذئاب البشرية خاصة في الليل كان كي يشوفوني غارجمون كيقول لك عريان وكذا انا علاش درت هكا باش الناس ما يطمعوش فيا باسكو لو كان كنت لابسه نلبس كي البنات كدايا يرجعوا يشوفوني بنظره واحده اخرى كامل تما كي يشوفوني هكا يقولوا عريانه معليش تعددت الاسباب والتهمه واحده انها المراه المجرمه فحنان وكوكي واخريات لازلن يحاكمن عن اخطاء ارتكبنها فهل المرأة حاملة لصبغيات الإجرام أم أن المجتمع هو الذي يدفع بالنواعم للجريمة؟ تعددت أدوات الجريمة والمتهمة في هذا الروبورتاج هي المرأة فهل ستشفع أنوثتها أم أن القانون الجزائري لا يميز بين الجنسين؟
لطالما كانت مدارسنا هي صانعة للأجيال، لكن مؤسف حقا أن تكون اليوم مسرحا للجريمة. لنتابع. تلبو في كلاس اقل انت ضربني. صح الشيخه ما عندهاش حق باش تحط تلميذ وراء الباب وتخبط عليه وتخبطه بالعصا للوجه. ضربني هكذا بالخاتم. ما شاهدتموه يعد عينه مما تعرفه مؤسستنا التعليميه من حالات عنف باتت تميز المواسم الدراسيه، ما جعل مدارسنا تفقد قدسيتها لتصبح مسرحا لكثير من اعمال العنف، لتحتل الجزائر صداره البلدان المغاربيه حيث بات التلميذ او الاستاذ على حد سواء ضحيه له، فمن المسؤول؟ المشكل ندورو ما هو في الاستاذ، يعني في الاولياء. احنا ما عندنا ما رانا مقصرين. يولي كامل الاساتذه الداخل هما الاولين عنفيين. المسؤول الاساتذه التربويه، المسؤول الحراس، مسؤول داخل المدارس، مسؤول المدير. هذه اللي قلت الرقابه في المدرسه، لازم تكون الرقابه. تفاقم الظاهرة وارتفاعها جعلها تأخذ أبعادا خطيرة، حولت من ساحات مدارسنا إلى مسارح لجرائم قتل. رغم حملات التوعية والتخصيص، إلا أن مظاهر العنف في الوسط المدرسي زادت حدتها، ما حتم علينا خلال إجرائنا لهذا الروبورتاج العودة إلى حوادث هزت المدرسة الجزائرية، ليس من باب التضخيم أو التهويل، وإنما من باب التذكير والتحذير. سمعت بالحادث هذا تاع الوفاة تاع تلميذ توفى داخل الساحة. سمعنا يعني كل حبوبة، ماشي غير كاليتوس وما يشبه منا ومنا. التاريخ 16 ديسمبر 2014، الزمان 10 صباحا، المكان الجزائر العاصمة وبالتحديد الناحية الشرقية منها. حادثة أليمة هزت ابتدائية الشهيد بعلام خليفي ببلدية الكاليتوس إثر وفاة تلميذ في الصف الرابع ابتدائي بعد شجار مع زميل له في فناء المدرسة. قصة تركت الكثير من التساؤلات، فهل هو قضاء وقدر أم إهمال وتسيب؟ فورا لعيدي محمد ورابع إخوتي، ناض مع خاوته جميع نوضهم، نوضوا نوض هكاكي ناض الصباح شرب، قلت له شرب حليب، قال لي أني زربان، قلت له عليها، قال لي الشيخة قالت لنا نروحوا بكري. تعرفي الكارثة هذاك اليوم، يعني نضري ندي معاه ونجيب في الحديث هو شوية هكا، استغفر الله يا ربي. وبعد كان زربان يا وليدي استنى، وبعد كان نحال تريكون تاع، كان الشتاء ذاك نهار بارد، نحاه قلت له جاكيطه فيها القلمونه الباركه كان لابسها، نحاه قلت له البسها، قال لي ما البسهاش، نروح باش بالخدمه نلحق باش هو باش تلاقى مع الشيخه نتاعو. 9:30 كي دق الجرس، بعتك مورا هدا وحتى للسبيطار عيطوا لي، جا الزوج تاعي قال لي البسيحي جابك ومشي. قلت له واش كاين؟ قال لي محمد، عند بالي خوه كبير واسمه محمد، ما راحتش كاع للابن نتاعي. قلت لك ما تجيش في البال لحد الساعه، ما تخطرش على بال وليدك يروح يقرا يقولوا لك تقتل. كان بعدها طاح انضرب، ممكن تجي تقتل. وشكون اللي قتلو؟ قتلو يعني الوضع راه كارثي. شغل ماما ذاك النهار لاكسيون اللي صرات كنت خدام، جازوا عليا شفت لاكسيون مليح لابوليس وهو بيناتهم ومن نفس عمل باش وش كاين. بعد جا لي اخويا قال لي جدك مات، رحت للدار. انا غير دخلت للدار لقيت مرت عمي ماني جدي، لقيتهم قاع طايحين في الارض ويبكوا. ما قلت لهم مش كاين، قالوا لي اخوك مات. طاح في الساحه، الساحه نتاع المدرسه، على حساب دوك انايا بعتك مع الاول طاح في المدرسه، حكاوا لي صحابو اللي كانوا معاه، وكان يجري مع الطفل يضربوا، ما على باليش واش بيناتهم ضربوا، لعب تاع الدراري. انت تقول لي كلمه وانا نقول لك كلمه، اجرى موراه كان يقولوا، كان يقولوا بعدني. زاد جرى طفل موراه، ماشي هما كانوا الدراري هكا الاخر، بعيت كي صونات الساحه طالعين
بس كي صونات الدوزيان طالعين الدراري اللي كون كاينه واحد هكذا طفل وهو طفل جاي شويه كبير عليه وانا وليدي شويه صغير جاي قليول والاخر جاي الله يبارك صافي كي ده من هيك ضربوها انا قالوا لي الدراري هك معلو شدوا هكا وبعيك طلقوا في هذيك الضربه قالوا لك شدوا هكذا خنقوا وبعيتك طلقوا في الضربه هذيك زاد راح يجري موراه كي كان يجري يقول له بعدني بعدني استغفر الله يا ربي هو هارب من الموت والموت رايح عليه هذا زاد حكموا هكذا ضربوا قالوا لي ضربوا هنا الضربه بس كطفل يعرف الكاراتي ضربوا هنا عند الصدر الضربه القاضيه كما يقولوا هما هذه هي سبه موته دوك احنا الصح كاع ما عرفناش دوك احنا باش نطعوا باش نطعوا اللوم للمدير ما نقدروش اللوم على اساس عليهم قال لهم بصح وشنو هذا مكتوب ربي تقدرت مازال القضيه مازالت احنا ثاني تقرينا في الجرنان باللي حكموا له حكموا له مبدئيا 5 سنين مازال الحكم النهائي ما كاش مازال هذا وين بداوا القضيه راهي عندها عام فهل تشفع والدة محمد لمن حرمها من رؤية فلذة كبدها من جديد وأفسد عليها حلمها في أن تراه في أعلى المراتب؟ وشنو يعني صغير ومات بهذه الطريقة أثرت في أبل بزاف ساعة نقول ما قدرت ندير له والو على كان مرض ودرت له وكان واسيته صافي جاتني هكا كشغل ما قدرتش نحس روحي كشغل ما قدرت ندير له حتى حاجة هذه اللي تأثر عليها ثاني بزاف من القلب الحنون الذي مر عليه الزمن بالنفحات الحزينة ومن الذي يعيش الأمل ويتنفس الألم سلام على النفس الطيبة الزكية والراضية المرضية وعلى روح غادرت الجسد بضربة قصدها صاحبها لتكون قاتلة مقضية مضت الأيام والأشهر ويكاد العام يكتمل ما توقف شوقي إليك وما غبت عن كاحلي وما غابت عن كاحلي بسمة بريئة وأدهى ابن وأب مصر على الخطأ أهلا بحضور روح معاتبة مع رنات الجرس يشعر بها قلب أمك ويقرأه الحدث قلب اخترق جوفا مظلما وكسر حصار ضلوع وطار وحلق فوق ساحة خر فضاؤها جاسدا خر فضاؤها ساجدا خر فضاؤها ساجدا لروح مظلومة جاءت تطلب علما فأسكنوها اللحد الحادثة والتخوف من تكرارها حتى ما علينا التقرب من مديرية التربية للجزائر شرق للاستفسار أكثر لكن انشغال المدير في كل مرة حال دون ذلك ومدير تربية ما يوليش دوكا مش كيف ما جت واحدة لك ما عنده رينيا في حسن وجينا البارح قال كيف كيف راهو عنده غينيا جاء اسمع ما تخرج وقال ما يجيش غينيا يجيش كامل عنده اجتماع في الوزارة لا وقعده في حسيبة لم يجف قبر محمد فرار حتى اهتزت الأسرة التربوية من جديد على وقع جريمة قتل عشية عيد الأضحى المبارك بمدينة سويدانية غرب الجزائر العاصمة كان ضحيتها الطالب الثانوي محمد زبيري صاحب 18 ربيعا الذي توفي متأثرا بطعنات خنجر أمام مدخل ثانوية القنصلية واش كان يدير اصلو كان يقرا نورمال كان يروح القرايه تاعو ويجي كان لبس به وكما نقولوا واحد جوز الباك ما جابوش جابو قال نافير قال جاب 9.60 سمعكم ما جاب 9.60 نقول بلي طفل فوايو ما يقراش ما واش سمعت انا كيف تقتل محمد واش نقول لك انا ما فهمتش فيها والو انا فهمت سيدي داير بابي فوت هذيك داير بابي فوت انفصل حطها انفصل مقابل الباب بون ما كاش لي حوس عليه داير رايو ما كاش لي حوس عليه اه ودير المواس حاط المواس من تحتها انا وليدي الله اعلم جاء قبل مش عارف قالوا عليك تخزر فيا قالوا عليك تخزر فيا وليدي قالوا مانيش نخزر فيك قالوا استنى 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 اش بدل المواس عطاه عطاه 3 دقات عين القلب جابوه في الارض توفى في الحين ولا شكون اللي داه المستشفى شكون اللي انا لحقت به في الديسبونسير تما لقيت خلاص تما لقيت تما كيما يقول لك الشخره التاليه بالنسبة للحادثة التي ألمت بمؤسستنا
هي في الحقيقة دائما أقول فجيعة. وحينما أتذكر التلميذ زبير محمد أتألم كثيرا، لأنه التلميذ كان خلوقا جدا، يعني كان تلميذ متهذب. هو في الحقيقة التلميذ كان غائبا عن المؤسسة في الصباحة، هو كان غائب في الفترة الصباحية، وهناك أوراق أدلة تدل على غيابه. وقيل لنا بأنه هي الحادثة وقعت حينما كان التلاميذ يخرج التلاميذ على ساعة منتصف النهار، وأنا بمكتبي أسمع صراخ، كنت نسمع في 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 صراخ. سألت من بعدك، يقولوا لي بلي كاين تلميذ راه طعن بالخنجر، تلميذ طعن بالخنجر. سرحت، حينما أسرحت لقيت مظهر، يعني الآن ما نحبش نذكره. بعد فترة قيل لي بأنه لفظ أنفاسه. قبل المتاع وقيل بثلاث أيام وقيل ولا بيومين ومش عارف، رحت لي المديرة صرتو في الساحة، قلت له تا فوايو تا ما تقراش انت، قلت له تا مشي تاع قرايا انت مشي تاع هكذا، غطو عمرو وجا للدار وهدرها هدرها. ومام اللي المديرة الكلام اللي قالت له ديجا هو كان مع صاحبه. هذا التلميذ رحمه الله يوم الاثنين وجدته في الساحة وبخته، قالين درت له تحسيس باش يقرا باش يدرس، هو وزميله كما تحدث عادة حينما أجد تلاميذ في الساحة. ومن بعدك جاتني مستشارة التربية طلبت مني أنه نغير له قسم، وأنا غلقت هذا الباب تغيير القسم. ومن بعدك ألحت علي هي والأستاذ تاعو تاع الرياضيات، قالوا لي بلي وش عليها راه يلح يحب باش ينجح هذا العام لأنه معيد في البكالوريا. ومن بعد قلت لها متأكدين بلي راح راهو مصر باش ينجح؟ قالوا لي أستاذة والله غير مصر للنجاح. طلعت عليه قلت له راح تقرأ؟ قال لي نعم أستاذة والله غير غيري لي القسم راح ننجح هذا العام بإذن الله. غيرت له القسم، الوحيد اللي غيرت له القسم. كيعت مشي بنت ومشي وليدها لازم تهضر وتقول لك انا هكذا طفل مجتهد وطفل خارق وكاع، وعلى ما قلت وعلاش ما قلتيهالوش نهار اللي عايرتيه في الساحه. قضيه محمد زبيري اثارت سخط سكان سويدانية الذين حملوا مسؤوليه ما حدث الى الانعدام الكلي للامن امام الثانويه واستهتار الجهات الوصيه. ولا سيكريتي ما كاش راك تشوف دارو يومين ثلاث ايام دوك ما كاش 15 يوم مازلتنا شفناها. سي نورمالي دارك وقفت عرفه عيد المسلمين غد من داك تتسمع صاحبك قرا معاكم من طامات ما دوش من الطريقه بشعه. انا راسلت وزاره التربيه الوطنيه وطلبت انه يعطيو لي اعانه ماليه باش ندير سور للمؤسسه، والحمد لله عطاو لي اعانه ماليه وأحيطت المؤسسة بسور، ومنذ ذلك الوقت ما عندناش هذه المظاهر. درتي السور هذا باش تحمي التلاميذ هذو، ما تخليهمش يخرجوا برا. حتى يجي ترونسبور قال كي يجي ترونسبور خويا يخرجوا، لخاطرش أنا درت لهم السور باش نتحمل المسؤولية هذه. رحل محمد وتبخر معه حلم نجاحه في البكالوريا، فهل سيندمر جرح رحيله؟ وماذا ستكون الإجابة إذا سئلت روح محمد بأي ذنب قتلت؟ أسرة زبيري محمد رحمه الله هي أسرتنا، وإحنا الحادثة ما تمنيناش لوليدنا يصرالو وش صرالو. هما ألمهم أنا نتفهمهم، هما كوالد كأم يقدروا يقولوا وش يحبوا وأنا نسامحهم. والروح تاع وليدي راهي مشاركة فيها المديرة وما نسمحلهاش عند ربي، وغدوة أمام ربي إن شاء الله توقف قدام المرحوم وتهضر معه ويهضر معها وتدير في بالك الجراح ترقد ديروا بين عينيها تتفكروا، خطرش أنايا هي ماهيش مشوية واش راني كيما راني مشوية أنا. محمد زبيري ومحمد فرار وكثيرون دفعوا أرواحهم ثمنا للإهمال والتقصير، فهل ستتخذ الجهات الوصية اللازم لتدارك الوضع أم أن الملف سيظل موقوفا تحت النظر إلى حين؟ يجب أن تتضافر جهود الجميع، عائلة ومدرسة ومسجد، من أجل قليل
ومن هذه الظاهرة نجعل من الأنشطة الثقافية والرياضية متنفس جديد، وبالتالي نحن انشأنا واعطينا التعليمات فيما يخص انشاء النوادي تشتغل تحت إشراف إدارة المؤسسة، ولكن يسيرها أساتذة وتلاميذ. أنا قلت لا باسيفيتي، إلا كنا نعيشوا مع الأولاد لازم نعترفوا بهم بمعنى الكلمة، نعيشوا معهم صح حقيقة. إلا كان عندنا لا كوميونيكاسيون نكومونيكو مع الأمن ونعطوهم لانفورماسيون، أنا نقول باللي نقدر نقضيو على هذا آخر. إذا حبينا صح نلقاو حل المشكل هذا لازم تكاثف الجهود، لازم نديروا ورشات متخصصة، نديروا ولما لا في مؤسسة التربوية طبيب نفسي. عدنا مجددا، حاضرة معي أسماء نيلي، أهلا وسهلا بك. مرحبا حسينة، مرحبا مشاهدينا الكرام. أسماء، اليوم فناء المدرسة أصبح مسرحا للجريمة، كيف ذلك؟ للأسف الأسرة التربوية اهتزت مؤخرا على وقع عدة حوادث واعتداءات وصلت في بعض الأحيان إلى حد القتل مثل ما لاحظنا وتابعنا في الروبورتاج. البعض يلوم الأولياء والبعض الآخر يلوم الأسرة التربوية، والضحية هو التلميذ. ربما هي رسالة للجهات الوصية، إلى متى؟ صراع لإثبات الهوية، الجريمة مع سبق الإصرار والترصد والجرم المشهود في مدارسنا، إلى متى؟ أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله. ما كنتش نعرف أنا المسر نمسح دوكا كي آمن بيسوع والحمد لله. كانوا يقولون بلي تزيدوا فيها بزاف لي كريتيان بلوس كي لي مسلمان.